كانت أيام مثمرة جدا، نام فيها بسرعة من راهب مجمع إلى راهب متوحد في قلاية داخل الدير إلى راهب متوحد في قلاية منفردة في حصن الدير القديم إلى راهب متوحد في مغارة بالجبل تبعد حوالي 12 كيلومتر عن الدير في منطقة اسمها البحر الفارغ. هو لؤلؤة رهبانية، ودي كلنا شايفينها فيه. سيدنا البابا جواه راهب ساكن جواه كده على طول ليلنا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وعشان كده يحب الدير جداً.